كرمال حينا مشان الله البلدية بدهم يفتشوا قبر أبوك ويطلعوا أبي منه. شو؟ يلا جاي جاي. روي روي. يلا امشي امشي. لك شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ شو هيدا؟ مين حضرتك؟ بتكون بنته صاحبة القبر. لك شينكم بلا قلب؟ ما عندكم حرمة ميت؟ ما تغلطي مدام لو سمحتي. معنا قرار من البلدية بفتح القبر، والغرباء ممنوع يندفنوا هون، في لكم مقابر خاصة. ما تفتح علينا أبواب مذكرة لو سمحتي. ولك عن أي أبواب عم تحكي؟ أنا شو بعمل فيه؟ شو يعني بكبه بالبحر؟ ما فهمت؟ شفتي؟ قلت لك يا ست كرمة، شوفي لوين وصلنا، ما كنت تقتنعي. ست كرمة، أنت كفيتي ووفيتي. طلعوا لي أبي، أنا بعرف وين بروح فيه. كم شو هالشباب؟ أهلين سيد بسام. اليوم عشية رح يزوروك الجماعة بمكتبك، رح تحكي معهم وجه بوجه مثل ما أنت طلبت. عاد طالما هني جايين لعندي معناتها وافقوا يسمعوا طلباتي. بالمقابل هني عندهم طلبات لازم تسمعها وبالمستقبل تنفذها. أنا خبرتك، أنا بسمع الكلمة لما بتمشي أوامري. اطمن، طلباتك مجابة إذا مشيت مثل ما هني بدو. ماشي ماشي، مع السلامة. هاي فاسد جديد عم بيحلم تحت جناحاتنا وبرضانا. تمام، أحسن من فاسد قديم يوجع لنا راسنا. كنت قلقان. ولو أوقات ما تدخلتي. لك نشوف كيف بدك ترديني.